فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال الله سبحانه: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، فوصفهم بالبخل الذي هو البخل بالعلم والبخل بالمال. وإن كان السياق يدل على أن البخل بالعلم هو المقصود الأكبر، وكذلك وصفهم بكتمان العلم في غير آية، كقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا الآية، وقوله: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار الآية، وقوله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. نعم. فوصف المغضوب عليهم بأنهم يكتمون العلم تارة بخلا به، وتارة اعتياضا عن إظهاره بالدنيا، وتارة خوفا أن يحتج عليهم بما أظهروه منه، وهذا قد يبتلى به طوائف من المنتسبين إلى العلم. نعم. ذكر في هذه القطعة من وجه التشابه، نعم، بهذه القطعة من الكلام النفيس أن الله جل وعلا أخبر أنه لا يحب من كان مختالا فخورا. من هو المختال الفخور؟ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. فالبخل مذموم، الحسد مذموم كما سبق، وأيضا البخل مذموم. والبخل على قسمين: بخل بالمال وبخل بالعلم. والبخل بالعلم أشد من البخل بالمال، لأن العلم أنزله الله حجة على عباده، فلا يجوز للعالم أن يبخل بعلمه، بل عليه أن يبذله وأن ينشره في الناس لينتفعوا به، لأنه إنما هو مبلغ وليس هو مخزن للعلم فقط ومستودع للعلم فقط، وإنما هو مبلغ ينشر علمه على الناس ويبين لهم. فإذا لم يبين أو كتم، أشد من هذا الكتمان، أشد من البخل بالعلم واختزان العلم الكتمان، بحيث أنه إذا سئل عن مسألة أفتى فيها بغير الحق، إما لهوى في نفسه وإما طلبا لطمع دنيوي فيفتي بغير الحق، فهذا والعياذ بالله هو كتمان العلم والاشترى به ثمنا قليلا. ربما تحمله وظيفته ومنصبه ومركزه على ألا يقول الحق، وأن يحكم بغير ما أنزل الله، وأن يفتي بغير الحق، لأنه لو أفتى بالحق وحكم بالشرع لأزيح من منصبه بزعمه وانقطع رزقه، فهو يريد الإبقاء على وظيفته وعلى منصبه، ولا يعلم أن الله سيعوضه خيرا مما يفوته إن فات، وإلا الغالب أنه أيضا لا يفوت، وأنه قد يهدي الله على يديه من هو فوقه ومن هو تحته ومن هو مثله، فيكون له الفضل، فضل العلم وفضل التعليم، لكن يخيل إليه أنه إذا نطق بالحق فستزول نعمته. وهذا هو الذي حمل اليهود على عدم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وحمل كفار قريش على عدم اتباعه، مع أنهم يعلمون أنه رسول الله، لأنهم ظنوا أنهم لو تبعوه لفقدوا رئاساتهم وفقدوا مكانتهم في الناس وانقطعت أرزاقهم إلى غير ذلك مما يخذلهم به شياطين الإنس والجن. فالبخل بالعلم أشد من البخل بالمال، وأشد من البخل الكتمان، أن يكتم العلم عند الحاجة إليه والحاجة إلى بيانه. فهذه صفات مذمومة هي موجودة في اليهود وفي هذه الأمة من يتشبه بهم فيها. نعم.